مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل خير عبر شاشه التلفزيون السلام، اهلا وسهلا فيكم الى هذه الاطلاله والنافذه المميزه من برنامجكم المميز برنامج اهلا رمضان. اهلا وسهلا فيكم في برنامج اهلا رمضان واهلا بالعيد، يعني هو هذا البرنامج امتدادا لاهلا بالعيد لاهلا برمضان، وبالتالي هو اهلا بالعيد ان شاء الله. كل التحضيرات كل الاوقات بتكون معكم عيد، واهلا وسهلا فيكم. اليوم برنامج برعاية كريم من حلويات العنبتاوي، اصل الحلو عنبتاوي، اكيد الحلويات الشرقيه الغربيه حلويات العنبتاوي في رمضان خليها رفيقه لإلكم، وفي بعد رمضان والتحضيرات كمان للعيد معمول وكعك العيد عند حلويات العنبتاوي الف الف هيك هيك، بس انتم ما عليكم سوائكم تزوروا حلويات العنبتاوي في طول كرم شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله، وايضا في جنين بفرعيه مقابل دوار السينما ومدخل جنين، وفي قلقيليا مدخل قلقيليا. خليكم معنا نشوف الاجواء، في ناس راح يربحوا ويدخلوا معنا على السحب، خليكم معنا. مشاهدينا دائما وابدا اهلا وسهلا بكم عبر شاشتنا شاشه تلفزيون السلام ومع برنامج اهلا بالعيد. اجواء مميزه في طول كرم ومع حلويات العنبتاوي، اصل الحلو عنبتاوي، حلويات العنبتاوي المميزه. بتقول لكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير. تعرف عليك؟ فخر البريه. اخونا فخر البريه اكيد يعني من الناس المعروفين كمان اللي هم لهم الهدى. اكيد الهدى اللي هي يعني من زمان للتصوير والتحميض وحتى اول معمل تحميض سريع كان في طول كرم. صحيح، اهلا وسهلا فيك. طب اخونا فخري اليوم كيف شايف اجواء التحضيرات للعيد؟ والله التحضيرات كله ما شاء الله البلد تشتغل، بس في حصل ازمه سيارات، هي اللي بتميز بلدنا. يعني بالساعه 11 في ازمه، الساعه 6 في ازمه، المغرب في ازمه. تبي انا بدي اطلع على البلد، بطلعش بسيارتي اخي، بطلع مشي، خلينا نروح. هاي الصح سيدي، ان شاء الله بتكون هالازمه يعني ما بتكون كثيره، وهالايام بتكون ايام دائما ممتازه ومميزه. اليوم برنامج برعاية كريمة من حلويات العنبتاوي، اصل الحلو عنبتاوي، بتعرفهم؟ اه ولو يا زلمه، مالك، الناس مشهورين جدا ونتائجهم ما شاء الله شيء مرتب، صح يعني؟ خاصه بيعملوا هاي الحلاوه البيضة هذه زاكي 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 جدا يعني. اكيد مميزين حلويات العنبتاوي، دائما حلويات العنبتاوي في الطليعه، اهلا وسهلا فيك. طيب بدنا نعطيك سؤال سهل بتجاوب عليه صح بتاخذ معنا جائزه، تمام؟ نعم. طيب هلا ما هي اكبر هضبه في العالم؟ هضبه التبت. متاكد؟ اعطيني خيارات معناته. خلي السياره تمرق. نعم. هضبه التبت. نعم. متاكد؟ نعم. يعني من الاخر؟ نعم. طيب الاجابه صحيحه، هضبه التبت هي اكبر هضبه في العالم، اجابتك صحيحه. وشكرا على الإجابة الصحيحة المباشرة اللي ما غلبتني لا بخيارات ولا بتفكير. الله يرضى عليك. الله يخليك. شو بتقول حلويات العنبتاوي؟ قدما والى الامام ان شاء الله مزيدا من الفروح في جميع مدن الضفة الغربية ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. انتم بألف خير. مشاهدينا مستمرين متواصلين معاكم مع حلويات العنبتاوي، اصل الحلو عنبتاوي، وكل عام وانتم بخير من حلويات العنبتاوي وفي برنامج اهلا بالعيد. كل عام وانتم بخير يا عمي. عرف عليك؟ سرحان شتوي. اهلا وسهلا فيك، من وين؟ بيتي بنابلس. اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله. كيف هالاوضاع؟ مستور الحمد لله. شايف طول كرم في التحضيرات؟ الحمد لله رب العالمين، ماشي. ماشي الامور. طيب اليوم برنامجنا عبر شاشه التلفزيون السلام برعاية كريمة من حلويات العنبتاوي، بتعرفهم؟ ما بعرفهم. وين موجودين في طول كرم؟ اذا بتيجي على طول كرم؟ شارع نابلس. مقابل مدارس الوكاله، لهم فرع كمان في قلقيلية. قلقيلية. وفرعين في جنين. فرعين في جنين. اكيد وفي نقاط بيع متوسعه مثل عتين عنبتاوي واكيد في الكفريات، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا صديقي العزيز، احنا اليوم اكيد رح نعطيك سؤال تجاوب عليه صح تدخل معنا على السحب مباشره من حلويات العنبتاوي. سؤالنا لك بيقول كالتالي، من هو الملك الذي قام بتاسيس المملكه العربيه السعوديه؟ فهد. مين؟ فهد بن عبد العزيز. مش ملك فهد، الملك فهد اجب بعدين، يعني انو الاول يعني قام بتاسيس المملكه العربيه السعوديه؟ يلا اعطيك خيارات، هل هو فيصل بن عبد العزيز ام محمد بن عبد العزيز ال سعود؟ يعني فيصل بن عبد العزيز ال سعود، محمد بن عبد العزيز ال سعود، او رمثة بن عبد العزيز ال سعود، او عبد العزيز بن ال سعود؟ فيصل بن عبد العزيز. طب انت ليش بتحبش الاب عبد العزيز نفسه؟ عبد العزيز هي. عبد العزيز ال سعود. نعم. الملك عبد العزيز ال سعود. رايك؟ الملك عبد العزيز ال سعود. نعم. صحيح. طبعا طيب الله ثراه، اجابه صحيحه. اكيد الملك عبد العزيز ال سعود طيب الله ثراه هو الذي اسس المملكه العربيه السعوديه. شكرا لك. شو بتقول لحلويات العنبتاوي؟ كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم سالمين. شكرا لك.
وانت سالم كل عام. مشاهدينا الاعزاء متواصلين مع حلويات العنبتاوي اصلي حلو عنبتاوي، وكل عام دائما وانتم بالف خير. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيكم. كل عام وانتم بخير. انت بخير. كيف حالك؟ الحمد لله. عرف الناس عليك. خالد جمال عدنان المصري. اهلا وسهلا فيك يا خالد. خالد كيف شايف تحضيرات العيد؟ العيد منيح، بس الناس تكون هادية، تكون راكزة، وكل شيء كل شيء العيد يكون منيح. الله الله الله، عيد عليهم عيد مبارك، عيد عليهم منيحين ومبسوطين. ما تجيبوش ضد الكورونا، بضلهم مبسوطين، بيجيبوها بضلها براسهم. طيب خالد اهلا وسهلا فيك. احنا اليوم برنامجنا برعاية كريمة من حلويات العنبتاوي، اصلي الحلو عنبتاوي. تعرف حلويات العنبتاوي؟ بعرفها. شو رايك بمذاق؟ جارتها منيحه، وجبناها عندنا على الطراي، وعملت لنا اكل، عملت لنا كل شيء وجبناهم، واكلهم اكلهم طيب. طيب موجودين اكيد في طول كرم في شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله، موجودين كمان في قلقيليه مدخل قلقيليه، موجودين في جنين مقابل دوار السينما، وايضا مدخل جنين. اهلا وسهلا فيك. شو اكثر شيء بتحب عند حلويات العنبتاوي؟ الكنافه والبرمه. والبرمه، اهلا وسهلا فيك. طيب خالد بدي اعطيك سؤال بتجاوب عليه صح، بتاخذ اكيد مجال لان تفوت معنا على السحب محلات عنبتاوي. جاي؟ ماشي. يلا روح يا خالد. خالد اكثر الحيوانات تحملا للعطش. العطش اي الارنب. لا يا زلمه، شو الارنب؟ الجمل. لا الفيل. لا شو جاوبت انت؟ شو جاوبت؟ جاوبت اجابه صح بس ردت عدت، يعني ردت غيرت رايك. شو جاوبت؟ الارنب. لا لا لا، الثاني. الفيل. طيب اعطيك خيارات خالد، هل هو الزرافة أم الأسد أو النمر أو الجمل؟ الزرافة. يلا يا خالد خلينا نأخذ منك إجابة نهائية، أكثر الحيوانات تحملا للعطش إيش هو؟ الجمل. الجمل جواب نهائي. جواب نهائي. إجابتك يا خالد صحيحة، فعلا الجمل هو أكثر الحيوانات تحمل العطش. إجابة صحيحة. راح تدخل معنا على السحب مع حلويات العنبتاوي. إيش بتقول على حلويات العنبتاوي؟ منيحة منيحة، الله يوفقكم ويوفقك. الله يوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله لقدام ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طبعا الاطفال اكيد هم حلاوة العيد وجمال العيد، والاطفال دائما هم الفرحة اللي عن جد بتشاركنا في هالعيد، وان شاء الله دائما كل ايامنا اعياد. شو اسمك؟ سيلا. اهلا يا سيلا. سيلا قديش عمرك؟ 6 سنين. 6 سنين؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك الصحة يا سيلا. سيلا حضرت للعيد؟ بلاش وش اواعي عيد وهيك؟ كل شيء تمام؟ مبسوطة في رمضان؟ اه. بتحبي يعني رمضان؟ اه. بتصومي؟ يلا تمام. شو بتحبي كمان غير الأكل في رمضان؟ بتحبي الحلويات؟ ما بتحبي الحلويات؟ طب ولا حتى جربتي حلويات العنبتاوي والكنافة؟ لا. ما جربتي الكنافة؟ طب هذا لازم تجربيها معنا. لازم تحبيها حلويات العنبتاوي أصل حلو يا سيلا. وبعدين مميز كثير، وعلى فكرة حلويات العنبتاوي دائما يعني فيها شغلات هيك زاك للأطفال وطرية على أسنانهم، وإشي مميز. طيب اتفقنا. طيب سيلا أنت حابة تحكي رسالة للناس، إيش بدك تقولي لهم؟ رمضان كريم. وأنا بقول لك إن شاء الله دائما هالشهر كريم وعيد فطر سعيد، ورح أعطيك مباشرة من حلويات العنبتاوي تدخل على السحب يا سيلا، وإن شاء الله بتكوني من الفائزين. شكرا يا سيلا. لهون نوصل لختام حلقتنا المميزة من حلويات العنبتاوي، شفنا فيها أكيد الناس، حكينا معهم واخذوا كمان كروت، اكدوا على دخولهم السحب ان شاء الله راح يكون خلال الايام القادمه من حلويات العنبتاوي اصل حلو. دائما في طول كرم شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله، خلوا عنوانكم عنبتاوي، حلويات عنبتاوي في رمضان. مشاهدينا تقبل الله صيامكم ودائما افطارا شهيا. الى اللقاء.